شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا الاني ماتشرز بتاعتنا تمام، وعملنا الهاز رول وهاز اني رول وكله تمام ومفيش اي مشكلة. في الفيديو ده تعالوا كده في البداية هنروح في الكنترولر، هنكريت كنترولر جديد هنسميه مثلا هنسميه بيزك كنترولر تمام، هعمل له اد مفيش مشكله اهو، عملت له اد للجيت يا جماعه تمام. هاخد دول اهم هقول له هنا اي بي اي بيزك تمام باك سلاش، وهعمل هنا هروح هناك اخد ديت اختصار للوقت تمام اهو، هقول له مثلا ماي بيزك تمام، عاوزها ترجع لي وليكن مثلا ماي نيم از اسلام تمام، مفيش اي مشكلة، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكلة. تعالوا كده نعمل build مفروض اي بي اي بيزك وندخل ماي بيزك تمام. تعالوا كده اهو لوكال هوست 8082 اي بي اي بيزك اي بي اي اهي بيزك ماي بيزك تمام، هنعمل بس run للبروجكت اهو. تمام اهو، طبعا ما رجعناش البيج، المفروض انت هنا عاوزه يرجع لك داتا. هنا المفروض انا عملت كنترولر هنا في اللوجن كنترولر، فبيرجع لي هنا ديت كانها ايه، بيرجعها لي ديت الصفحه اللي انا عاوز اروح لها في الريسورس، زي ما اتفقنا ان هنا ما بيرجع لي في الجيت اما بعمل جيت مابنج وبدخل هنا المين ده اليو ار ال اللي مكتوبه فوق، هنا بيرجع لي الصفحه اللي انا عاوزها. اما انا عاوزه يرجع لي سترينج يكون معروض قدامي فين في البيج، هنا بدل كنترولر هتبقى ايه، ريست كنترولر تمام مفيش مشكله. هنعملها امبورت، هنشيل دي مش عاوزينها، نعمل بيلد من اول وجديد تمام تمام اهو اهو تمام، قال لي ماي نيم از اسلام تمام مفيش اي مشكله تمام. خلينا نعمل كمان واحدة أهي، بدل ماي بيزك هنقول إيه؟ أول بيزك تمام؟ مثلا I am happy تمام، مفيش مشكلة. وهنا مثلا نقول أول أيا كان تمام؟ هنعمل بيلد، خلينا نكتب هنا خلي جوه ديت اهي كوبي اهي تمام، بدل ماي بدل ماي بيزك نقول ايه اول اول بيزك تمام. ايوه يا حبيبي مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي تمام. هروح هناك في الكونفيجريشن بتاعي هقول له عاوز اللي يخش عليه يكون اوثنتيكيتد. بكل بساطه هروح اعمل كده اهو، خدتها اهو، هقول لك اي بي اي تمام اي بي اي بيزك اي بي اي بيزك تمام. المفروض اروح اقول له ايه، هروح اقول له مره ماي بيزك ومره اقول بيزك. ليه؟ احنا قلنا في حركه حلوه تمام، دبل استري تمام. هنعمل بيلد اهو، لو رحت هناك اهو، خلينا نفتح متصفح تاني عشان جوجل كروم مخزن تمام اهو، خلينا نروح نجيبه من هناك اهو. هيقول لي ايه، دخل يوزر نيم والباسورد، هقول له مثلا اسلام، لا ما عنديش اسلام في الداتا بيز او قصدي في الميموري، ياسر وياسر 1 2 3 تمام، جاب حالي مفيش اي مشكله. ولو قلت
ماي بيزك، انا كده عملت لوجن خلاص، فايه بيجيبها لي. تمام، تعالوا انا بقى عاوز اعمل ايه، عندي حاجه هنا بعد الرول هقول له ايه، خلينا ننظم الكود بتاعنا افضل افضل من كده. تمام اهو، تمام عشان برضو الدنيا تكون واضحه، الباسورد بتاعنا والرول، وبرضو هنا الباسورد بتاعنا والرول. تمام كده افضل. تمام، بعد الرول هنا في الادمن هقول له دوت اوزرايز. تمام، هقول له ايه مثلا اكسس، تمام اندر سكول، تمام ماي بيزك او ماي او ماشي ماي بيزك، عشان ما الناس ممكن تقول لازم يكون شبه اللي هناك. هقول مثلا ايه بيزك 1. تمام، وهروح هنا في المانجر هقول له دوت اوزرايز اوزرايز. تمام اهو، هقول له ايه، هاخد دي هي اهي، هقول له ايه بيزك 2. تمام، مفيش اي مشكله، مفيش اي ايه مشكله. تمام، مش عاوزين في يوزر حاجه. هروح هنا خلاص انا ديت قلت له ايه، عاوزهم اي حاجه يخش على البيزك وبعديها ايا كان يكون اوثنتيكيتد. لا انا مش عاوز كده، انا هشيل دي خالص اهي. تمام، هقول له بقى ايه، هقول له دوت اني ماتشر. تمام، اي بي اي بيزك، اول حاجه عاوز اللي يخش على ديت اللي بتاعت ماي بيزك اهي، اللي يخش على ديت اللي هي ماي بيزك يكون عندنا حاجه اسمها بقى ايه، هاز هاز ايه اوزوريتي. هقول له ايه اكسس بيز 1، انا هقول لكم دلوقتي وهشرح لكم كل حاجه. تمام، واخد دي كمان اهو بيز 2. فاكرين واحنا بنشرحهم الكونسيبت قلت لكم في اوثنتيكيتد وفي اوزرايز. الاوثنتيكيتد انك عامل لوجن، طب الاوزرايز انك ليك السماحيه انك تخش على البيج ديت. فانا اديت للادمن ان ليه السماحيه يخش على اكسس بيزك 1. تمام، يعني هو ليه السماحيه يخش على اكسس بيزك 1. تمام، واديت للمانجر انه ليه السماحيه انه يخش على اكسس بيزك 2. فانا هنا بقول له انا عاوز اللي يخش على اليو ار ال ده اللي ليه سماحيه انه اكسس على بيزك 1، واللي يخش هنا المفروض دي بقى ايه اول، واللي يخش هنا يكون ليه سماحيه يعني ايه اللي معاه سماحيه بيزك 2. يعني هنا بديله الاوزرايز بتاعي، تمام اللي هو اكسس بيزك 1، اي اسم انت عاوزه يا رب تكتب اي حاجه، ده مش مهم مالناش دعوه مش الفكره. تمام، هنا بروح اقول له اي حد عشان يخش على ده لازم يكون ليه ايه هاز اوزوريتي اللي هي ايه الاكسس بيزك 1 اللي هي عندي الاكسس بيزك 1، وهنا الاكسس بيزك 2 لده. طب تعالوا نعمل بيلد. تمام، بصوا بقى، بصوا معايا، بصوا معايا يعني ركزوا معايا، ركزوا معايا جدا. ده ماي بيزك، ماي بيزك، ركزوا معايا، ركزوا معايا، ماي بيزك، ماي بيزك الاكسس بيزك 1. تمام، اللي هو الادمن المفروض اللي يخش على ده بس الادمن. تمام، هعمل اهو انتر الادمن احمد. لا انا مش هعمل احمد، هعمل كريم. تمام، كريم اهو. تمام، كريم تاني 1 2 3. مرضاش، مرضاش ليه؟ لان كريم يوزر. تمام، خلينا نعمل تاني اهو، هندخل ياسر 1 2 3 برضه مرضاش لان ياسر مانجر، احنا عاوزين بس الادمن. تمام، المفروض اما اعمل احمد يدخلنا عادي خالص اهو، هقول له احمد احمد 1 2 3 قشطه وكله تمام. اذا تمام وكله تمام. تمام، تعالى بقى نجربهم على ايه، على الايه الاول بيزك. لو عملت اول بيزك تعالى كده ندخله ادمن
1 2 3 عمل لوجن بس ما رضاش. ليه؟ لان انا قايل له اللي يخش هنا اللي ليه سماحيه اكسس بيزك 2. الاكسس بيزك 2 هنا ايه؟ لمين بس؟ لياسر اللي هو المانجر. اذا معلش، طب لو رحنا عملناها تاني اهي، قلت له المفروض ديت ايه؟ مش ماي بيزك، احنا شغالين على اول بيزك. اول بيزك تمام اهي، قول هقول له ايه؟ خلينا بقى نشوف ياسر، او خلينا يوزر الاول برضه عشان نكون متاكدين. يوزر قصدي اليوزر اللي هو كريم، كريم 1 2 3 مرضاش. فاضل اخر واحد المفروض يخش معايا اللي هو المانجر، هنشوف اهو. هقول له مين بقى؟ ياسر، ياسر 1 2 3 تمام، مفيش اي مشكله، اي ام هابي وكل حاجه تمام. اذا الفيديو ده اتعلمنا فيه الاوزرايز، ان انا يكون ليا سماحيه على بيجز معينه تمام، مفيش مشكله وكل حاجه تمام، وكل حاجه معانا تمام ومفيش اي مشكله. تعال نرفع الفايل بتاعنا على جيت هاب تمام، في كونفيجريشن هنعمل اد للكونفيجريشن، جيت اد، فين اد؟ جيت تمام، هي اد معموله تمام. خلينا هنا نعمل جيت اد اهي تمام، بعدين جيت كوميت، او خلينا الاول ناخده ديت للزرايز تمام. نعمل جيت كوميت، هنروح هناك هنعمل ايشو بتاعتنا نيو ايشو، هقول له هنا spring configuration تمام اهو، مفيش مشكله. assign yourself submit new issue، هاخدها كوبي اهي، هروح هناك control v هعمل closes commit and push push، هعمل بوشنج، عمل بوشنج اهو، هروح هناك عمل لي كلوزد وكله تمام ومفيش اي مشكله. لو في حاجه مش مفهومه او في حاجه مش واضحه او انا ما شرحتش بالشكل اللي هو، تواصل معايا نخش ندردش في زوم مفيش اي مشكله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.